صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يفسد الجماع عدة المرأة ولو لم يقصد به مراجعتها؟ إيش؟ يقول أحسن الله إليكم: هل يفسد الجماع عدة المرأة؟ يفسد؟ نعم. ها؟ ولو لم يقصد به مراجعتها؟ هو الجماع مراجعة، إذا جامع زوجته الرجعية التي طلقها دون الثلاث، جامعها بالعدة فقد راجعها، فإذا طلقها تستأنف عدة جديدة لأنه طلاق جديد. نعم.